مهما تمتع الإنسان في الدنيا وأكل وشرب ولعب وفعل ما يفعل من شهوات الدنيا، سيأتي اليوم الذي يغادر فيه عن هذه الدنيا، سيأتيه الموت فيقطع كل النعيم. يتمنى عندها أن لو كان استغل هذه الأوقات في ذكر الله وطاعة الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. إذن انتبه، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. هنا يتذكر هذا النعيم الذي عاشه وتمتع به من فراش لين، من طعام لذيذ، من شراب حلو، كل هذا لا يساوي شيئا. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما استفاد منه شيئا، ما ينفعه إلا عمله الصالح. وهذا المثل يذكرنا إذن بسرعة زوال الدنيا. وهكذا الناس، أكثر الناس إنما يدركون هذه الحقيقة بعد فوات الأوان، عندما يبعثون من قبورهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.